مشاهدينا، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وفقرتنا دي بقى مميزه جدا، دي اللي هتعلمنا الشوكه والسكينه واساليب الاتيكيت والبروتوكول وكل حاجه. مين هتكون ضيفه حلقتنا دلوقتي؟ هتكون ضيفه حلقتنا خبيره الاتيكيت الدكتوره شاهين دشاور. اهلا بيكي يا شاهين. اهلا بيكي يا منى، منوراني. ميرسي يا منى، انا مبسوطه جدا اني معاكي. ميرسي يا حبيبه قلبي. عايزين بقى النهارده تعرفينا ايه اساليب الاتيكيت، بالذات بقى في العزومات، وازاي نقدر ان احنا نعزم الناس ونبتدي وكل الكلام ده مع مطبخ الشيف النهارده. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاكي يا منى، ومبسوطه مع الشيف الجميله. ربنا يخليكي. وروايح الاكل هتخلينا نبوظ الدايت كله. خلاص بقى احنا هنتغدى النهارده. لا يعني الاكل ما شاء الله شكله حلو قوي. طيب خلينا في البدايه بس نقول ان العزومه بيبقى ليها اتيكيت من نوع خاص. الفكره انه العزومه دي هل هي بره البيت ولا جوه البيت؟ والاتيكيت الخاص بالناس اللي عازمين غير اللي معزومين. يعني مثلا انا دلوقتي لو انا صاحبه العزومه وانا بتصل بحد علشان اعزمه، لازم اعزمه طبعا قبلها باسبوع علشان هو يكون عنده الوقت الكافي انه يقدر يقول اوكي او يرفض، او حتى لو عنده اسباب مثلا هتمنعه من ان هو يقول اوكي يقدر يبقى عنده وقت كافي ان هو يعتذر. اوكي. وكمان وانا بتصل بيه عشان اعزمه يبقى في سؤال كده از اتيكيت، ان انا اقول له مثلا طب انت حابب ايه الاصناف اللي انا اعملها؟ انا هعمل كذا وكذا وكذا، هل في حاجه من دول انتوا ممنوعين منها؟ اوكي. على الضيف بقى طبعا اللي هو جاي، لو هيعتذر يعتذر طبعا قبلها بوقت كافي علشان صاحبه البيت بتكون خلاص جهزت كل حاجه. عايزين بقى نعرف النهارده كمان بمناسبه ان انت قلت لنا، عايزين ان احنا واحنا بنعزم نبتدي ان احنا نقول لهم الوجبات اللي هم ممنوعين منها او الوجبات اللي هي متاحه ليهم. بالظبط كده. عايزين نعرف بقى الشيف النهارده محضر لنا ايه تفصيلا كده يا شيف، وتقول لنا بقى المقادير بتاعتك. اول حاجه انا محضره سيزر سلطه، طبعا محضره صدرين فراخ مخليين. اوكي. وبالنسبه للسيزر سلطه، كابوتشا، عيش شامي محمص في الفرن، وطبعا وفلفل الوان. هعمل الدريسنج بتاعه طبعا الاساسي في السيزر سلطة انها تكون المايونيز. احنا هنستبدله بزبادي لايت. بمناسبه ان حلقتنا كانت دايت بقى. معلقه زيت واحده. اوكي. وملح وكمون وليمون. تمام. بالنسبه للطبق الثاني برضو صدر فرخه مخليه مشويه، معاها بصل جوانح مقطعاه جوانح، برضو هشوحه بمعلقه زيت واحده، وهحط عليه الفلفل الالوان وورق السبانخ. حلو جدا. معايا برضو ملح وفلفل اسود. بالنسبه للفراخ بتاعتي انا تبلتها ازاي؟ ملح، فلفل اسود، ليمون وكمون وبهارات فراخ وزعتر وبابريكا. حلو جدا. طيب الوقت ده بقى بياخد مننا قد ايه وقت؟ ما بياخدش وقت خالص. الصدور الفراخ بتاخد، انا لسه حطاها حالا، مش هتاخد وقت خالص. انا محضره الكابوتشا اتغسلت، والفلفل الالوان والعيش المحمص والزبادي، هحط عليه الملح والكمون ويعني نقطتين ليمون كده بس، وهضيفه عليه اللي هو نهندل بس اكلتنا شويه. وعامله كمان تحليه لذيذه قوي. ايوه انا شايفه شوكليت هنا يا جماعه. ده شوفان انا جبته حبه كامله بس طحناه. تمام. وكاكاو خام من غير سكر. اوكي. وده موز حطيت عليه عصير ليمون وحطيته في الفريزر شويه، وبعدين ضربته في الخلاط جامد قوي بقى عامل زي الكريمه كده. تمام. وعلشان اخلي عامل زي التشيز كيك بس بنستبدل الخميرة. مظبوط. يعني مثلا ال بدل البسكوت فاحنا استعملنا الشوفان مع الكاكاو. مش هحط زبده، احط عسل ابيض. تمام. اوكي. طيب نرجع بقى تاني لشاهي، لو عندنا الاكله الجميله دي اللي الشيف بتقدمها لنا النهارده بس عايزين ناكلها بطريقه الاتيكيت، نتعامل معاها ازاي؟ طيب اي اكله في الدنيا لازم يبقى ليه رصه معينه، التيبل نفسها لازم يكون ليها رصه معينه. تمام. هي انه انا دلوقتي مثلا قدامي الدش اللي هو بيبقى زينه مش بيتحط عليه اي اكل، فوقيه الدش اللي هو بيبقى فيه الحاجه المين الاساسيه اللي هي اللحوم، وفوقيه الطبق بتاع السوب الشوربه. اوكي. وببتدي بقى اوزع المعالق والشوك والسكاكين من بره لجوه. طبعا. السكينه والمعلقه على ايدي اليمين والشوكه على ايدي الشمال،
وده ليه؟ لاني انا هاكل الشوربه او هشرب الشوربه بالمعلقه وهقطع وهاكل بالشوكه والسكينه. عايزه اقول لك يا منى ان انا بقدر اعرف الاكل الموجود على التيبل من قبل ما يتحط من خلال الادوات. يعني مثلا ممكن اعرف ان الاكل ده مثلا النهارده احنا ما عندناش سوب، ما عندناش شوربه. لو الرصه بتاعه ست البيت ما فيهاش معلقه، لان الرز بيتاكل بشوكه از اتيكيت، لو احنا بنتكلم على رسمي يعني احنا في مناسبه رسميه ورايحين لناس لاول مره هناكل الرز بالشوكه وهيتقدم لنا وهناكله بالشوكه، فلو ست البيت ما قدمت لناش معلقه نعرف ان العشاء ما فيهوش شوربه. بس انا عايزه اقولك ان في ناس بتعزم على العشاء ويبقى ممكن حاجات خفيفه، بس من الاتيكيت ان احنا نعمل شوربه على العشاء تبقى حاجه بيزك او حاجه اساسيه. طيب دلوقتي بقى اللي بيتابعونا وبيتفرجوا علينا عندهم مشكله صغيره قد كده، بس هي بالنسبه لنا احنا شخصيا هي مشكله كبيره جدا. انا بس عايز اقول لك ممكن اقف؟ اه لا اتفضلي براحتك طبعا متاح ليكي. بصي بيكون عندنا مشكله بسيطه قوي يا شاهي، بيقولوا ان الاطفال طبعا لما بتكون معزومه معانا بقى عزومات سواء عائليه او عزومات خارجيه بره البيت بتقابلنا مشكله بسيطه جدا. ايه هي المشكله؟ ان احنا ما بنعرفش نخلي الاطفال تتعامل بالشوكه والسكينه، فبالتالي طبعا لو طفل صغير بيبتدي ان هو يقع منه اكل، المامس طبعا بتتضايق بتتوتر، نقدر نتعامل ازاي في المواقف المحرجه دي مع الاطفال، او نقدر امتى في سن معين نعلمهم في حاجه اسمها اتيتيود؟ طيب الاطفال ما ينفعش ان احنا نعتمد على ان وجبتهم الرئيسيه تكون في الريستورانت اللي احنا رايحينه او عند الناس اللي عازميننا، لازم اطفالي اكلهم وانا بديهم الوصايا العشر واقول لهم ان احنا رايحين البيت مثلا عند طنط فلانه عايزين نحافظ عليه، مش هنتعامل معاه على انه بيتنا. وطبعا في سكورز والحاجات دي خاصه بالاتيكيت التعامل مع الاطفال دي ان شاء الله هنقولها بعدين، بس انا باكل الاطفال ما بخليهمش ان هم يبقى وجبتهم الرئيسيه واحنا رايحين، سواء بقى الريستورانت اللي احنا رايحينه اللي هو المطعم او عند المعزومين يعني اللي احنا رايحين نتعزم عندهم، باكلهم واشبعهم كويس قوي. وهناك بقى ممكن مثلا ابقى معايا سويتس او اي حاجه اديها له يتسلى مثلا مع لعبه بسيطه. وست البيت المفروض كمان بتبقى مجهزه للاطفال تيبل مثلا ممكن عليها حاجات بسيطه كده يعني زي ينقنقوا فيها ياكلوا فيها، لكن مثلا مش لو هي عامله سوب بقى وملوخيه وحاجات هتحط لهم منها، بس تعمل لهم تيبل لوحدها. اوكي طب نرجع بقى تاني للشيف عشان ريحه الاكل يا جماعه يعني بتزيد واحنا جوعنا بيزيد معاها وهي مبهدلانا خالص هنا في الاستوديو. نرجع لك بقى تاني يا شيف، لو احنا عندنا عزومه حلوه جدا ومناسبه يعني جامده قوي وعايزين نعمل لها بقى اكل حلو، بس في نفس الوقت اللي طلب مننا الاكل ده قال لنا احنا عايزينها خالي من الدهون تماما، نقدر نعمل ايه الاكل الواو بس خالي من الدهون؟ يبقى مشويات. مشويات على طول. مشويات خضار فطير. بس اللي بتقابلنا يعني مشويات لحوم وفيها دهون برضه. لا بس الشوي يعني الى حد ما الدهون بتتشال خالص، يعني مش انت بتشوي مش مثلا بتحمري او بعد كده تدخلي في الفرن، لا هو الشوي، فالشوي بيقلل نسبه الدهون خالص. او مسلوق، بس المسلوق مش هيبقى حلو في العزومات، مش هيبقى كلاسيك برضه، مش هيبقى واو يعني. اه مظبوط. طيب لو عندنا بقى اطفال برضه يا شيف موجودين واحنا بنعشق طبعا السبايسي، مفيش اكله بتكون حلوه من غير السبايسي انا عامه ما بعرفش اكل من غير سبايسي، عندنا اطفال في العزومه لا اكيد إن احنا لازم اعمل لهم اكل خاص، بتكون حاجه خاصه بيهم اكيد، حاجه خاصه بيهم هم. مش هقدر ان انا اظلم الاطفال في عزومه مع الكبار. بتتعبك بقى الحاجات البسيطه اللي احنا شايفينها بسيطه بس بتاخد منك وقت. بالظبط كده يعني حرام عليا. نرجع تاني بقى لشيف اتفضلي. عشان كده يا منى كنت بقولك ان لازم ست البيت لو عارفه ان في العزومه في اطفال لازم تكون مجهزه لهم تيبل خاصه بيهم، حاجات غير بتاعه الكبار خالص. مظبوط. يعني هي الماكولات للاطفال مش هتوسخ نفسها وهي بتاكلها، وفي نفس الوقت صاحبه البيت بتكون اكلت اولادها والمعزومه بتكون اكلت اولادها، فبالتالي الاكل اللي بياكلوه هي عباره عن حاجات سامبل قوي، ممكن يبقى بيتزا ممكن تبقى حاجات سامبل قوي ملهاش اي علاقه بالاكل بتاع الكبار. طيب قولي لي بقى عشان دي برضو حاجه ممكن انا اكون شخصيا بقع فيها، لما بيكون عندنا مناسبه وبيكون موجود ناس في البيت وانا بقدم العصير او بقدم الحاجه في كاس بيكون في اطفال موجوده صغيره، طيب انا هنا بحتار اقدم لهم كاس زي الكبار ولا ابتدي ان انا اصغر في الكوبايات واحط كوبايات عاديه صغيره، انت شايفه اني الاشيك؟
بصي، هو الاطفال لا ما ينفعش يتعاملوا معامله الكبار، وده لان احنا ممكن بنجيب حاجات اللي هي بيبقى شكلها عليها رسومات اطفال، وعايزه اقول لك ان ده من ضمن الاتيكيت مع التعامل مع الناس اللي جايين لي ومعاهم اطفال، يعني من ضمن ان انا بحتفي بيهم ان انا بقدم للاطفال حاجات يفرحوا بيها، زي انه الجوز بتاعك في كوبايه عليها مش عارفه سبونج بوب مثلا، فهو هيفرح اكتر، مش موضوع حتى ان هو يكسرها، بس ده من ضمن الاتيكيت انه قد ايه طنط احتفلت بينا وجابت لي جوز في كوبايه عليها رسمه الكرتون اللي انا بحبه، فدي يعني حفاوه اكتر بكتير من ان انا لو عملته زي الكبار وهيوقع والام هتتضايق وصاحبه البيت هتتضايق، فلا. طيب قولي لنا بقى ليه اول ما بتيجي سيره الاتيكيت تلقائي بنرد ونقول الشوكه والسكينه والنبي عربي، ليه دايما على طول المقوله دي مشهوره؟ اقول لك ليه، لانه دايما الكالتشر او الثقافه السايده انه الاتيكيت هو ان احنا نبقى واقفين مكاننا، ما ينفعش نضحك، ولو ضحكنا نضحك ونرجع بسرعه تاني، ودايما انا لما باجي اعرف الاتيكيت دايما بقول جملتي الشهيره انه الاتيكيت مش بس شوكه وسكينه، الاتيكيت هو فن الاصول، الاحترام، ان انت تحب نفسك علشان تقدر تحب اللي حواليك. عارفه يا منى، انت لو اتعاملتي مع الاتيكيت حتى بنفسك، يعني انت لو استخدمتي فن الاتيكيت مع نفسك هتلاقي نفسك اصلا مبتسمه لوحدك، يعني هو داخل فيه حاجات كده جوه علم وفن الاتيكيت ان انت تبقي مهندمه في كل حاجه. لا وكمان بحسه شياكه قوي، يعني بحس ان انت طول ما انت بتتعاملي بالاتيكيت قوي مع الناس اللي حواليكي حتى مع نفسك فعلا بتلقائي كده بتحسي ان في خجل طبعاً. بقيتي بتتعاملي ان انت برنسس، مش مجرد طبعاً. بس ان انت واحده عاديه طبعاً. حتى بتكوني شيك قوي في لبسك طبعاً. بتركزي على ادق التفاصيل مش بسيطة. بس الاتيكيت في الاكل وبسيطه، الميك اب البسيط، اللبس البسيط، الاكسسوارز البسيطه، تناسق الالوان. يعني انا عايزه اقول لك واحنا كنا بندرس الاتيكيت كنا خدنا حاجه اسمها دايره الالوان، ان كل اللونين قصاد بعض هما لايقين على بعض، بس تخيلي حتى ان هما لايقين على بعض لو عينك مش مرتاحه لهم يبقى بلاش. فدايما احنا بناخد في الاتيكيت هو الحاجه اللي عينك ترتاح لها، ودنك تحب تسمعها، ازاي انك تقدري تجملي، ازاي انك تبقي محبوبه من اللي حواليكي، محدش ينفر من انه انت دايما كلامك هادي وتقيل، ما بتعرفيش تستقبلي ضيوفك صح، حتى اللي معاهم اطفال بيبقوا مش عايزين يجوا لك علشان الاطفال بيبقوا عندهم ملل. مظبوط. طيب جات لنا بقى مشكله من بنوته لذيذه كده لسه مخطوبه ودخلت قالت لي يا منى انا دلوقتي حصل لي موقف مش لذيذ شويه. هي كانت معزومه عند اهل خطيبها تقريبا، وهي يعني مش اهل خطيبها اللي هم حماتها او حاجه، لا تقريبا كان نسب يعني حد من قرايبهم، وبالتالي حد جه خدها من جوه ووقفها معاهم في المطبخ. فهي قالت لي انا حسيت باحراج جدا، حسيت ان الناس مش مقدراني وكمان مش واخده برستيج في المكان، يعني ايه اول مره اروح لهم وهي مش حماتها، هي بتتكلم ان حد نسب تاني. طبعا لو حماتها عادي اوكي تخش مفيش مشاكل، بس هي بتقول اول مره اروح ولقيت الناس خدوني على المطبخ. فهي بتقول لي ممكن يكون مثلا القبول عندهم اللي هو عادي، بس انا شايفه ان يعني الموقف كان محرج جدا ليها. فهي بتقول لي ده كده بالنسبه لي انا اوفر ولا انا كده في الطبيعي وهم اللي غلط؟ فعايزين برضو نرد عليها. ده كده يا شاهي انت شايفاه من الاتيكيت ان انا اول مره حد يزورني في بيتي واخده على محمل العشم الزياده قوي، فاخدك من ايدك ووقفك في المطبخ تساعديني او الكلام ده، ولا لازم اديكي برستيجك في المكان؟ لا هو طبعا انا ممكن اكون اول مره اجيلك، بس احنا اوريدي بقينا فريندز، يعني احنا مثلا كنا فريندز من خلال الجامعه، فبالتالي احنا عمرنا ما تزورنا في البيت، بس احنا علاقتنا تسمح بده، فمش لازم انه اول مره يعني يكون في لمس ما بيننا او حدود. اول مره ممكن يكون فعلا حد اول مره اصلا يتعامل معايا، فلا مش من اتيكيتي ان انا ادخله الكيتشن والمطبخ وخليه يقف، لازم يكون في مساحه كافيه برضو بيننا عشان انا اسمح بده. اكيد اكيد طبعا، بس طبعا احنا بنقول للبنوته انه من الاتيكيت ان انت تعدي الموقف، ما تقفيش على كل حاجه، ودايما نحط في بالنا ان اللي قدامنا عنده كالتشر او ثقافه معينه غيرنا، يعني مش كل الناس عندها الثقافه اللي المفروض ان الضيف او المره ياخد برستيجه ويقعد في الصالون واحنا اللي نقدم له ونساله ونحتفي بيه. مش كل الناس عندها الكالتشر او الثقافه دي. في ناس متخيله انه طالما الضيف جاي 5 دقايق وماشي مش مفروض نقدم له حاجه، حتى لو كان اكرام الضيف واجب، حتى لو دي كانت سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فالثقافه دي هتخلينا ان احنا نعدي الموقف طالما مش بنتعامل مع الناس كتير، ولكن از اتيكيت هو مش من الاتيكيت طبعا.
طيب هنرجع برضو لسؤال النهارده. طيب الاتيكيت انت شايفاه عموما ينفع ما بين الاخوات، ينفع في العيله، ينفع ما بين انا وجوزي، انا وخطيبي؟ ايه فن الاتيكيت او فن الاحترام ده؟ اهم حاجه ان انا اقدر ما اعديش حدودي مع اللي قدامي حتى لو كان في صله قرابه بينا قويه جدا. هو الاتيكيت درجات، يعني مثلا فكره انه انا اكل بالشوكه والسكينه لو انا مع اخواتي او مع جوزي انا براحتي، لو مش عايزه اكل بيهم وعايزه اكل بايديا، انت متخيله بس بصباعين دول مش بصوابعي الخمسه او العشره. أوكي. يعني صباعين غير خمسه. ولكن الاتيكيت هو ان فكره الاحترام، يعني ان انا الاحترام ده اساسي حاجه كده معايا. انا بقولك انه حتى مع نفسك فكره انه انا لازم احترم ابني عشان هو يحترمني، احترم جوزي عشان هو كمان يحترمني، احترم اخواتي عشان هم يحترموني. ما هو برده الاحترام بند من بنود الاتيكيت. لكن الاتيكيت فروع كتير قوي. لو جينا مثلا ان انا عايزه اطبق الاتيكيت في الاكل مع اخواتي، لا مش مفروض عليا ان انا اكل باتيكيت وبشوكه وسكينه مع اخواتي، مع اصحابي، مع جوزي، انا عايزه اكل براحتي. ولكن كاحترام وكرولز لا طبعا واجب حتى مع نفسك. حتى مع نفسي. طيب هنرجع بقى تاني لطبقنا عشان اللي بيشوفنا ما ينساش يا شيف. قول لنا بقى كده برضو المقادير تاني. عندي صدور فراخ مخليه. اوكي. حطيت عليها ملح وليمون وفلفل اسود وبابريكا وزعتر وكمون وبهارات فراخ وشويتهم، وبعد كده حضرت منهم طبقين. يعني انا كنت جايبه صدرين. تمام. طبق معاه خضار. الخضار ده عبارة عن بصل متقطع جوانح معاه فلفل ألوان وأوراق السبانخ. ابتديت إن أنا أشوح البصل في معلقة زيت واحدة. تمام. البصل مع الفلفل الألوان، وبعد كده حطيت أوراق السبانخ معاهم ملح وفلفل أسود. معانا بقى كل اللي شفنا يتابع مع الشيف بقى، أنا ماليش دعوة عشان بعد ما تخلص أنا هاخد الأكل ده وأطلع بره. بجد الاكل ريحته حلوه قوي يا شيف بجد. يعني انت خلاص بقى بصي الدكتور قاعده اللي هو امتى الحلقه تخلص بقى عشان ناخد الاكل ده ونطلع. الدايت باظ وانا بحب السلطه قوي دي. بالنسبه للتحليه انا حطيت الشوفان. اوكي. مع الكاكاو الخام مع عسل ابيض. تمام. وقلبتهم مع بعض كده زي ما انت شايفه. وبعد كده هجيب الموز ده بقى. تمام. الموز ده اللي قلنا ضربناه في الخلاط. انا ضربته في الخلاط يعني وعليه ليمون. بصي عامل زي الكريمه كده. حتى انا ملاحظه ان هو ناشف جدا لان هي بتقول كمان حطاه في الفريزر. تمام. انا حطاه في الفريزر. حلو قوي. يعني حاسه ان هو عامل زي الايس كريم. معلم بالظبط كده. مع الليمون. دي تبقى حلوه للاطفال قوي كمان. حلوه قوي. لا هو وكمان مغذي شكلها جدا طبعا. شيك جدا. الو الو معانا مداخله. الو السلام عليكم. اتفضلي معانا ام جو من القاهره. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. انا عليكم السلام. بمسي عليكم وعلى الشيف اللي بيطبخ اكل جميل. ميرسي. ميرسي جدا. وانت يا بسبوسه. ميرسي ميرسي جدا. جميل. الاتيكيت هي كلها على بعضها اتيكيت اساسا. والله الكلام وكل حاجه فيها. ميرسي هي جميله. ميرسي انت اللي عيونك حلوه. الله يخليكي. انا خاطرك لما لقيتك بتتكلم عن الاتيكيت وانا شايفه بصيتك وكل حاجه فيك كهرباء كده اتيكيت. ميرسي ميرسي بجد. ميرسي كلك ذوق والله. ميرسي خليكي. شكرا. ميرسي لحضرتك جدا. بمسي عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. نورتينا ام جو من القاهره. احنا كمان بنمس عليكي واحلى مسا من برنامج من اول السطر لام جو. نرجع تاني بقى للاتيكيت. عايزين نعرف طقوس الاتيكيت بتاعه الزفاف. ناس كتير جدا برضو بتشتكي من الموضوع ده. بتقول امتى ابتدي ادي دعوه الفرح للمعازيم او ابتدي حتى انزل تنويه على السوشيال ميديا او الكلام ده كله. قبلها بثلاث اسابيع او شهر، بس ما ينفعش ان انا اعزم حد قبلها باسبوع، لان كمان الزفاف بيبقى ليه طقوس معينه. انا ممكن انزل اشتري لبس، الفرح بيبقى له طقوس علشان فكره انه مش بروح بلبس كاجوال، انا بروح بلبس سواري، فممكن انزل اشتري لبس. فطبعا انت عارفه اللف ليا وللاطفال ده بياخد وقت طويل جدا، فلازم انوه عن دعوه الفرح قبلها بكتير ايا كانت الاسباب. على بقى اللي بيستقبل الدعوه ان هو في الوقت الحالي او بعدها بيومين بكتير يقول اوكي او مش اوكي، لان انت عارفه كمان يا منى دلوقتي الافراح بقت مكلفه جدا وبقت بالفرض. فكره ان حد يقول انا جاي وما يجيش هو عمل دروب.
طب ما كان في مكان لغيرك، فكان المفروض ان انا اعتذر، وده مش 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 بالعكس مش قله ذوق، ده هو ده الاتيكيت، انه معلش انا كان نفسي اجي ولكن حصلت لي ظروف معينه، وان شاء الله هعوضها في اني اروح ابارك العروسين في بيتهم. ميرسي جدا يا شاهي، نورتينا النهارده وقلت لنا حاجات كتير جدا ما كناش ممكن نكون واخدين بالنا. حاجه يا منى، ان انا بجد يعني الهوا ده يعني صعب جدا، انا بقيت اسارع الطريق عشان اوصل، وانت مذيعه جميله جدا حبيبه قلبي، مش هبقى انا كنت مع الشيف القمر والريحه الجميله، الشيف بهارتنا باكلها بجد. ربنا يسلمك شاهي، النهارده نورتنا وقالت لنا حاجات كتير جدا على الاتيكيت، اتمنى ان انتوا حضراتكم تكونوا استفدتوا جدا معانا. كمان النهارده الشيف غاده كانت مبهدلانا في الاستوديو من ريحه اكلها، بجد كل الشكر ليها وكل الشكر لحضراتكم. عايزين بقى كمان نقول كل سنه وطنط طيبه مامه مارينا صديقتنا في الاعداد، ويا رب بصحه دايما وسعاده وهنا، وكل الامه الاسلاميه والاقباط وكل الناس في العالم طيبين. يا رب تكون حلقتنا النهارده خفيفه على قلبكم زي كل مره، ولكن عايزه انوه عن حاجه بسيطه جدا، ميعادنا بعد كده في برنامجنا من اول السطر هيكون ان شاء الله الساعه 6 يوم الاثنين، فده عشان بس الناس اللي ما تكونش عارفه موعدنا بعد كده. طبعا هرجع تاني اشكر الشيف على اكلها وعلى جمال اسلوبها النهارده، بجد نورتيني واكلك في قمه الروعه. هقول لكم كمان اخبارنا واخبار الاكل ده معانا بقى على السوشيال ميديا، عشان لو وحش هنقول برده. شكرا جدا يا شاهي، نورتيني، ميرسي لحضرتك. اشوفكم في حلقه جديده اعزائي المشاهدين، وكل يوم جديد من برنامجكم من اول السطر.